إن دولة الإمارات نموذجاً حي ودائم لمسيرة التحول، وقصة فريدة لبناء اتحاد راسخ بفضل عزيمة الحكام المؤسسون وطموح خلفائهم المستمر في رحلة تطوير الوطن. ولأن المستقبل لا يؤمن إلا بالثوابت، فعلى الحاضر أن يتغير باستمرار ويتحلى بالمرونة والتوازن والقدرات على اقتناص الفرص والاحتمالات، ويستشرف المراحل القادمة بطموح وجرأة. ولا تكتمل الرحلة إلا بالنظر إلى الماضي واستخلاص الدروس والتعلم منها ورواية قيمها للأجيال، فقصص النجاح والإنجاز مستمرة، وكذلك قصة الفجيرة.